الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، البالغ العاقل القادر. يعتبر مؤتمرا سنويا يجتمع فيه المسلمون من كل أنحاء العالم، مصداقا لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وبهذه المناسبة العظيمة ارتأى المجلس العلمي المحلي لإنزجان تطبيق مناسك الحج وتعليمه للأطفال بتنسيق مع مؤسسة الريان الخاصة المتواجدة بأيت ملول. نمشيو للحج وغندرو على الكعبة ونمشيو نرجمو الشيطان ونشربوا ماء زمزم ونمشيو لجبل عرفة وندعيو فيه. أنا فرحانة بزاف حيت غنركبو في الطائرة وغنمشيو للكعبة ونطوفو فيها ونشربوا ماء زمزم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احنا فرحانين ملي جينا للكعبة تنظروا ليها سبع مرات وتندعيو الله سبحانه وتعالى باش يستجب لنا الدعاء تاعنا. كنشتغلوا في مجموعه من الانشطه اللي كتعلق بالتوعيه في اوساط النساء والشباب وكذلك الاطفال، وحرصا منا ان الفائده تعم، ما اقتصرش فقط على المساجد وعلى يعني المجالس العلميه، انما نخرج المؤسسات كذلك نوعيوا فيها في هذا المجال الديني، حيث هو الاساس. الى ربينا الطفل على الامور الدينيه من صغره، يعني كنضمنوا انه يكون انسان صالح ولا مواطن صالح في المستقبل. هذا نشاط بسيط فقط من الانشطه اللي كتنظم المؤسسه. كتحرص المؤسسه انها دير كل يعني كتبع المناسبات الدينيه اللي كتكون طيله السنه، بحال مثلا راس السنه الميلاديه اللي راس السنه الهجريه، مناسك الحج في الوقت فاش كيكونوا الحجاج في الحج، الدراري كلهم يعني كيتسائلوا شنو كيديروا تما، كاين والديهم اللي كيمشيو للحج، كاين اللي كيمشي اجداده. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويهدف هذا النشاط إلى تعريف الأطفال بهذا الركن تعريفا تطبيقيا. ففي الحج وأثناء الطواف بالكعبة الكل يردد بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إن الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي في الحج، فالحج عرفة، وفي الحج تتطهر نفوس المسلمين وتصفو قلوبهم، يتجنبون الخصام والكلام البذيء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على هذا النمط يجب ربط الأطفال بالمناسبات الدينية والتعرف على القصص المرتبطة بكل نسك وإيصال بعض القيم الأخلاقية كالتعاون والتسامح. هذه المؤسسة كتهتم بالمجال الديني، حيث كل مناسبة كننزول نشاط، وهذه السنة زولنا نشاط مناسك الحج وهي السنة الرابعة اللي كنزول هذا النشاط. لقي استحسان واستجابة من طرف الأطفال، لأن انتقلنا من المجال النظري اللي كنعتمدوا فقط على جانب النظري إلى نظر التطبيق إلى المجال التطبيقي. إن الحاج يشعر بالمساواة، إذ يتجرد من كل زينة إلا رداء وإزارا، فيه يتساوى كافة المسلمين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، بسطاء أو أمراء، لا يستعلي هذا على ذاك بمال ولا يستكبر ذاك على هذا بمرتبة.